الجينسينج الأحمر أو الجينسينج الكوري الأحمر، يعني معروف أنه يستخدم في علاج الضعف الجنسي وخصوصا ضعف الانتصاب عند الرجال، لكن أيضا من استخداماته التي قد لا تكون معلومة عند الكثيرين هو استخدامه في علاج ارتفاع ضغط الدم، هو ممتاز جدا في تخفيض ضغط الدم المرتفع. طريقة استخدامه: يطحن طحنا ناعما من 50 إلى 70 جرام من مطحونه مع كيلو عسل، ويستخدم بمقدار ملء ملعقة الصباح على الريق. أيضا في حال عدم الرغبة في خلطه مع العسل يمكن استخدام ملء ملعقة صغيرة مع قليل من الماء وشربه الصباح على الريق. أيضا يمكن أن يعبأ في كبسولات فارغة على شكل برشام ويشرب منه كبسولتين تقريبا 1000 ملغرام 1 جرام أيضا الصباح على الريق.